حلو، طيب ان شاء الله يكون الفيديو يعني فاتكم. هو الفيديو 13 دقيقه، وشفتوا كيف استعملنا المره الماضيه من الارتكلز اللي طلعناه من البارت الاولى. طلعنا نحن من السيستمك ريفيو هذيك، تتذكروها، اللي هي The Accuracy and Precision of Signs and Symptoms of Streptococcal Pharyngitis in Children. صح؟ Systemic Review تبع General Pediatrics. فهي خصوصية حطيناها واستعملنا Sensitivity و Specificity واخذنا Base Rate اللي هو Prevalence تبعه اللي هو 30% وحسبناها. هذا البرنسبل بيطبق على كل شيء بالطب. Tests, Physical Examination, History, Symptoms. فيعني والارتكل تبني على ذلك، يعني بتشرح الموضوع بالتفصيل، لانه طبعا الفيديو صعب الواحد ياخذ كل البرنسبلز. ما زبط يحمل الجاسب، نور بدران تقول ليش ما زبط يحمل؟ يعني اوكي هلا طبعا انا ما راح اعطي تك سبورت هلا بالفيديو هذا، بس الداونلود يعني جدا سهل. خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هي الشاشه، سكرين شيرنج المفروض شغاله. تمام، خلينا نسكر هذا. طيب سوف في السكرين هلا ان شاء الله اليوم حنعمل الستاتستيكال اناليسيس سيشن. طيب وحنشرح مبادئ الاستاتستكس الاساسيه. هلا في ناس بيسالوا اكيد ليش اخترنا جاسب. هلا في عندك كثير برامج للستاتستيكال اناليسيس، حنحكي عنهم على السريع. جاسب وجاموفي allow participants to unmute themselves. No. Unmute. Okay. شو كنا عم نحكي؟ جاسب وجاموفي هن وجهان لعمله واحده، اوكي؟ هي يعني تقريبا نفس الابلكيشن فنعتبرهم واحد. في فروقات بسيطه بيناتهم. اللهم شويه فرق باليوزر انترفيس ويعني، بس البرنامجين جدا جدا متشابهين. ف فور ذا بيربسز للسيشن هي راح نستعمل جاسب. هلا في عندكم اس بي اس اس، اكيد كل حدا بيعرفه، وهذا اشهر شيء بجامعاتنا. او ار، حلو. هلا شو الفروق بيناتهم؟ الفروق باختصار انه ار هو، نفتح لكم اياه هيك للي ما بيعرف. هلا الجاسب والاس بي اس اس وجاموبي هذول كلياتهم بيشبهوا الاكسل بالابيرنس تبعه، في له يوزر انترفيس. حلو، يعني بيكون عندك هيك، يعني انت بس تضغط زرار. هلا لما نروح على ار، ار هو برنامج اولا واخيرا هو لغه برمجه. فبدك تتعلم اول شيء اللغه تبع ار، اوكي، بعدين تقدر تساوي اناليسيس. فمثلا انا عندي الداتا هي، يعني عندي ريسيرش ورك شوب، انتم شايفين بدي اكتب كود. طيب اذا بدي اشوف الداتا اللي انا عم بساوي لها اناليسيس، بدي اكتب فيو مثلا دوت كذا، بعدين بيفتح لي شاشه بعدها، يعني وفيها كودز ووجع راس. فالفكره انه ار هو اصعب الخيارات المتواجده. هلا شو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه ار طبعا بما انه هو فيه كودينج وكذا، اكيد هو شو له ايجابيات، وايجابيته انه يعني بيمكنك انك تعمل اناليسيس كثير متقدم. الاس بي اس اس بيمكنك تعمل اناليسيس شوي اقل منه. جاسب وجاموفي شوي كمان اقل منه الى الان، مع انه يعني they will definitely catch up. ولكن هلا السؤال، نحن ليش اخترنا جاسب؟ الجواب باختصار انه اللي بيكون عنده دبانه ليش يستعمل لها مدفع؟ صح؟ فجاسب وجاموبي الامكانيات تبعهم اقل بشوي من الاس بي اس اس، بس الواقع انه انتم كطلاب طب هلا كل الريسيرش اللي حتساووه، ومو بس انتم، كل الريسيرش اللي بيطلع من جامعتنا لا يكاد يعدو على انه يكون بيتساوى على الاس بي اس اس او جاسب وجاموبي. هذا الواقع عن جد، فما في داعي للشغلات الادفانسد. اور يعني في له اشتغالات للماشين ليرنينج، الارتفيشال انتليجنس، الشغلات هي يعني قليل انكم تستعملوها. ممكن ان شاء الله لبعدين اللي بده يعني يكمل ريسيرش شغلات ادفانسد وهيك ممكن يحتاجه، بس ابدا كطلاب طب في مرحلتنا ما راح يعني تحتاجوا الشغلات هي. هي واحد. الشغله الثانيه طبعا اللي خلتني اختار جاسب، انه جاسب مجاني تماما، ابسولوتلي فري، بتضغط زر داونلود وبتحمله مباشره، ما في لا كراك ولا وجع راس ولا بايرتنج. ونقعد نتخانق ساعه هلا على انا تحمل لي وانا ما تحمل لي. الاس بي اس اس بدك بايرتنج وبدك الشغلات هي، ويعني اوريجينال طبعا هو بمصاري. هلا اذا بتجوا لهون، هي سكرين شوت من جوجل ترندز. جوجل ترندز هذا موقع بورجيك
البوبيولاريتي تبع شغله معينه على الانترنت خلال الزمن اللي مضى. فلو تطلعوا هون على الاس بي اس اس، البوبيولاريتي تبعه من خلال 5 سنين اللي مضوا قبل هيك عم تنزل صراحه. يعني شوفوا هون من 2000 وكم 2016 عم تنزل. ليش؟ لانه ببساطه في اذر alternatives. يعني من زمان كانوا ناس يشتروا الاس بي اس اس لانه ما عندهم خيارات، بس بعدين لما طلع جاسب وجاموفي واخواته يعني صار في ناس بيبعدوا اكثر عن الاس بي اس اس. فلذلك انا بختار يعني هذا البرنامج جدا جدا جميل ويوزر فريندلي كثير، وراح تشوفوا شلون. هلا خلينا قبل ما نبلش الستاتستيكال اناليسيس، خلينا نبلش نخوض الموضوع. قبل ما نبلش الستاتستيكال اناليسيس بدنا نعرف الداتا اللي حنساوي لها اناليسيس. طبعا اي اسيوم انه كلها تكون حملتوا الداتا هي. طيب هلا هذا هو الفورم اللي انا بعثت لكم اياه قبل شهرين، واغلبكم بتوقع عبا قبل شهرين انا نزلت هذا الفورم. شوفوا شلون. اوكي، فهلا بتشوفوا هذا الفورم. هذا الفورم يلي انا سالت فيه بضعه اسئله لما كانوا الناس عم يسجلوا للوركشوب هي. فبتشوفوا هون هذا اللي عملته على جوجل فورمز ريسيرش وركشوب، سال فيه بضعه اسئله للتقييم يلي عم بيقدم. فدو يو هاف اني ريسيرش اكسبيرينس؟ طيب، وهاو كونفيدنت ار يو ان يور نوليدج اباوت ريسيرش؟ من 1 لـ 5، هذا بيسموه لايكرت سكيل. بعدين سالت 3 اسئله اوبجكتيف بدي اقيس فيها مستوى الناس بمعرفتهم بالريسيرش وبعلم الاحصاء. فحنجاوب هلا الخيارات هي. Of these, which is the strongest type of evidence? أكيد الـ randomized control trial. You have a hypothesis that female students are better than males. What's the appropriate statistical test? الجواب هو T-test. ونحن يعني لما سألنا عن الكوفيد والمورتاليتي، يعني احنا هلا بس عم نحكي على الأسئلة على السريع بس مشان نعرف هلا كيف حنسوي له الأناليسيس، لازم نفهم. فالجواب الصحيح هون كان اللوجيستيك ريجريشن. المهم بعدين في عندك شو براكتس ماتيريال، هي الاسئله اللي رح نسوي لها اناليسس. الاسئله اللي قبل هي تقييم للناس مشان نعرف مستواهم بالريسيرش. هلا نحن سالنا شغلتين، شغله سبجكتيف واوبجكتيف. اذا بتلاحظوا اللي هو السبجكتيف هون قلنا له انت كيف يعني نسبه ثقتك بنفسك بالريسيرش، فكان يقول من 1 لـ 5، بس ممكن يكون الناس عندهم تقييم خاطئ لنفسهم. فهون سالنا اسئله حقيقيه تستحمل يعني في لها جواب صح وخطا. المهم طبعا هون سالنا اذا انت ميل ولا فيميل، وهون الطول. لاحظوا نحن المره الماضيه شو سالنا، شو قلنا لما تعمل كويستشنير يكون الكويستشنير تبعك واضح. فهون اذا بتشوف الهايت ان سنتيمترز مكتوب ان سنتيمترز ودو نوت رايت سي ام، يعني استعمل بالانجلش قول 1.60. هلا هون هي رح تصطل لنا مشكله رح نجي لها بالمستقبل هلا لو انه فتحت الداتا خلال دقيقه ورح تشوفوا شو اللي صار. بس انا هي الشغله كتبتها خصوصي، يعني المفروض الناس يجاوبوا يكتبوا مثلا 160 وهكذا. وهون الويت ان كيلوغرامز نفس الشيء، وهون الهير لينث طول الشعر سنتيمتر سنتيمترين ثلاثه وهكذا. وهون اذا انت بتدخن ولا لا، يس نو سم تايمز اور اي يوزد اند اي كويت. واذا انت ماشي على دايت او بدك تخسر وزن، وهون الاي دي مشان نعرف اذا كررنا الكويستشنير نعرف مين الشخص نفسه. وهون التخصص، وهون السنه. كويستشنير جدا سريع وبسيط. هلا لما نروح على الداتا، طبعا انتم مشان تعرفوا كيف تستعملوا هذا الجوجل فورمز بالمستقبل، لما بعد ما تجمعوا الداتا طبعا هون فيكم تشوفوا انه في عندنا 632 انسان جاوبوا هذا الكويستشنير. لما نروح لهون انا طبعا للاسئله، مو انا سالت 3 اسئله عن الستاتستكس كنت حاطط عليهم علامه، فيكم تبرمجوا هذا الشيء، ما حاحكي كثير عن جوجل فورمز، فيكم تبرمجوا وبيعطي علامه، فاللي جاوب صح بياخذ 1، اللي بيجاوب خطا بياخذ 0. فالافرج انه الناس كانوا يجاوبوا 1.18 من اصل 3. فهي هون بورجيكم الهيستوغرام وهي الشغلات حنشرحها. المهم فيك تضغط هذا الزر وتساوي هلا داونلود للداتا، وهذا اللي انا عملته. لما تضغط داونلود بيجيك شو الكومبرست فورم اللي هو هذا. شايفين هذا الملف، هذا هو الريسيرش وركشوب. لما نخلص بتساوي له شو انكومبرس وبيجي لك هذا الفايل. هذا الفايل شوفوا كيف، هذا هو لما انت تعمل هلا ان شاء الله بالمستقبل اذا عملت كويستشنير او جمعت داتا على جوجل فورمز، راح تشوف شلون هيك بتجيك بشكل جدا بشع شوي، يعني شويتين. فاول شيء بيجيك التايم ستامب، التاريخ امتى هذا الانسان جاوب،
وعلامته من أصل 3. وهون الأسئلة سؤال سؤال: Do you have any research experience? Yes or no. Do you have any research experience? طبعاً هذا ما عليه علامة فكان صفار، فاللي الشغلة ما عليه علامة أصلاً هو لأنه لا يحتمل الصح والخطأ. بينما الأسئلة تبع الستاتستكس اللي هي هون شو كان البست تايب اوف ايفيدنس والكذا والكذا، الثلاث أسئلة هدول في هون بتلاحظوا عليهم علامة اللي هي 1 من 1 وصفر من 1 لكل سؤال، وهون هذا جاوب تي تيست أخذ 1 من 1 فهكذا. فالمهم أنه بيعطيك كل سؤال وإذا عليه علامة. طبعا هذا بشع كثير انك تسوي له اناليسس. فانا لاحظتوا الفولدر اللي انا اعطيتكم اياه على الاكسل ما كان هذا، كان ثاني اللي انا مسويه ريسيرش ورك شوب 101 كليند. شو يعني كليند؟ يعني انت اخذ الداتا هي ومنظفها ومرتبها ومهذبه بحيث تكون جاهزه انك ترميها بالسوفت وير تبع جاس او اس بي اس اس او غيره. فلاحظوا كيف شلون هون نظيفه ومرتبه، عدد العواميد اقل بكثير لانه مسحنا هي الاصفار الواحد والكذا والكذا، خلينا بس شو العلامة الكاملة اللي هي التوتال سكور. طيب الصفر والواحد والثلاثة وهيك تبع الثلاث أسئلة. هلأ الداتا كلينينج كيف أنا عملته؟ صراحة جدا مملة وراح خليها لي يعني أنا راح أعمل فيديو خصوصي إلها وهنزله على اليوتيوب حتى ما حأعمله لايف لأنه حرام يعني تتابعوا لايف ما بتسوى. بس ديفنتلي يعني منيح مهم جدا تتعلموا الداتا كلينينج حتى نفسها يعني it's a skill by its own. بس هلا لاحظوا في ناس مع كل النوتس اللي عملناها وقلت لهم يا جماعة احكوا لي كم طولكم بالسنتيمتر وما تكتب سنتيمتر وما تكتب، ومع ذلك كانوا يغلطوا. وشوفوا كيف كانوا يجاوبوا. شوف وين الطول. ليش نحن بنساوي داتا كلينينج؟ ليش ما فينا نرمي الداتا هي مثل ما هي مباشرة بالسوفت وير؟ لأنه لما يكون في كلام غير متوقع من الباترن هذا ما راح تقدر تسوي له أناليسس، راح يعطيك ايرور، ما راح يرضى أصلا شو يساوي له الستاتستيكال أناليسس اللي أنت بدك إياه. يعني مثلا هون هير هايت إن سنتيمترز، حلو شوفوا كيف وين راحت لك. شوفوا كيف في هون ناس لما تجوا في ناس كانوا يكتبوا مع اني قلت لهم يعني نبهت بوضوح تام، ومع ذلك كانوا يكتبوا سنتيمتر ومو بس سي ام، سنتيمتر الكلمه كامله. وهذا كاتب لي الله يسامحهم يعني كاتبين سترينجز، سترينج اللي هو كلام تكست 160 سنتيمتر، يعني فهموا علي غلط. هدول الناس كاتبين بالعربي وهكذا. ففي ناس غلطوا، هذا كله بدك تلغيه. فبعد ما عملنا هذا الشيء وعملنا الداتا كليننج راح تشوفوا كيف بعدين على اليوتيوب صار عندنا الفولدر هذا جاهز. هلا خلينا نفتح مع بعض جاز، وبدي هلا لو سمحتوا واحد يفتح عنا ما بعرف بدنا نختار حدا منكم، مين بدنا نختار ليتابع معنا؟ كرم، كرم عندك كمبيوتر ولا فاتح من التليفون؟ إذا فاتح من الكمبيوتر شرفنا وافتح بصير تفتح المايك مشان تساعدني هلا لما نفوت بالشرح، لأنه أنا صراحة إني ضلني أحكي هيك مع الشاشة ما بقدر أبدا أشرح منيح. وين كرم؟ في أكثر من كرم ليكون لسه مو عارفان إنه أنا بدي إياه. احمد خلدون كمان موجود؟ لا حرام هيك ما بصير نضل مع احمد. مين هذا؟ بلال؟ والله بلال هذا شكله منيح. طب اسك سؤال ميوت بصير هيك. يعني انا قلت لكم انه راح شو اسمه؟ وين هي؟ allow participants to unmute themselves. وين؟ اوكي. بدنا حدا يفوت معنا يا جماعة، بدنا حدا يتطوع. بلال كانت سبيك، المرة الجاية يكون جاهز. بس مش منزل تيمز، أنا ما بدي تيمز. يمكن قصدك جاسب. ما بزبط. طب بدنا حدا، يلا. I'm ready to help. أوكي ريانة. أوكي يعطيك العافية ريانة. يعافيك، يس ريانة اسمي. طيب أهلا وسهلا. طيب بس سؤال.
نعم. بالضرورة تكون طلاب؟ طب لأني هندسة صراحة. لا لا أبدا مو ضرورة، يعني الجروب مفتوحة وكل شيء مفتوح، اللي بده يفوت. أنا مثلا، بس أنت عندك اللابتوب وعندك جاسم صح؟ عندي اياهم. المايك تبعك شوي صراحة الصوت مو واضح أبدا، يعني في كثير تشويش. هيك واضح. أيوة هيك أحسن. اوكي. طيب هلأ خليني أنا همشي شوي بالسلايدات وخليكي معي، مشان أول ما نفوت على الشغلة اللي بنحتاجها بنبلش. هلأ خلينا أول شيء نورجيكم كيف بتساووا الإمبورت للداتا. كلياتكم افتحوا جاسب. طيب فجاسب هو السوفت وير، هلأ بدك تدخل عليه الفايل اللي بدنا نستعمله. حلو، فيعني إن شاء الله كل حدا يكون هلأ معه لابتوب يمشي معنا خطوة خطوة، وبعدين لما نجي بدنا الجزئية اللي حبلش اشرحها نخلي ريانة تساويها. اوكي طيب هاي هي الشاشة. هلا لما بدكم تساووا امبورت بتعرفوا بتروحوا على الشمال فوق على هون مثل ما شايفين الماوس، بتروحوا على الكمبيوتر وبتروحوا محل الفايل اذا الفايل محطوط بالداونلودز وهكذا لحتى تلاقي. فانا رايح الريسنت فايلز على هذا الفايل تبعي ريسيرش ورك شوب 101. اذا انت حاطه بالداونلود بتروح من هون على الكمبيوتر بتضغط براوز وبتروح على وتفعل على المكان وبتساوي له امبورت. فانا هون عندي ريسيرش ورك شوب 101 كليند. طبعا انتم اللي عندكم اياه فقط اللي كليند، اما الداتا الان كليند الداتا العشوائيه هي اللي فيها السترينجز والتخليص والكذا هي راح مثل ما قلت، لما نظفها حاعمل سكرين شوت على اليوتيوب ونزلها لحالها تشوفوها عشان تعرفوا كيف تساوي الداتا كليننج، لانه عن جد لما تساوي ريسيرش راح تشوفوا كيف في داتا عشوائيه وما بتنفع ابدا تسوي الاناليسيس. وفي ناس على فكره يعني ما بدي صراحه مضي وقت اكثر على الموضوع هذا، بس في ناس كانوا يتمألسوا علينا، في ناس كانوا يتمسخروا هن بيعبوا داتا، فبدكم تحطوا هذا الشيء بالحسبان، مو كل حدا حيعبي الداتا تبعك حيكون سيريس. في ناس كانوا حاطين طولهم 40 سنتيمتر، 40 مو 140 يعني هيك طوله. حلو؟ ولا واحد حاطط لي 7 كيلو جرام وزنه، ولا يعني شغلات غريبه عجيبه. فهذا كله بدك شو بدك تتعامل معه، ما بصير تسوي اناليسس هيك، لانه هذا داتا اكيد خطا. يعني انا مو مصدق انه 5% من الدفعه طولهم هيك. فيعني فهي هي هلا الفايل مثل ما انتم شايفينه قدامكم. حلو؟ اوكي، هلا نرجع على السلايدز. او لا لا خلينا نشرح اول شيء الانترفيس على السريع. طيب هلا هي انتم شايفين مثل الاكسل شيت تماما، في تشابه كبير. هون هي اسماء الفاريبلز. اوكي، واذا بتروح لتحت وبتحرك، او انا اذا بتضغط شيفت وكنترول مع بعض، اذا بتضغط شيفت وكنترول وبتحرك الماوس بالسكرول بار فيك تروح على اليمين والشمال، وهي اسماء الفاريبلز. هلا اذا انتم ملاحظين اطلعوا هون محل ما انا حاطط الماوس تبعي الريسيرش اكسبيرينس، شايفين الدوائر؟ حلو، وهون مثلا الكونفيدنس ان ريسيرش الجواب من شو من 1 لـ5 مثل ما قلنا على اللايكرت سكيل، هذا بيسموه اللايكرت سكيل. فهون في عندكم ثلاث هيك عواميد جنب بعض انه في ترتيب لهم، هذا كله هلا حنشرحه. شو كمان بدكم؟ تعالوا نجي على الطول وعلى العرض. الطول والوزن هون ملاحظين شو في عندك مصدره، اعتقد انتم المفروض هلا عم تلاحظوا النمط. يا ريانة لو إذا لساتك معنا معكم. طيب شو فهمتي من المسطرة ومن الدوائر ومن العواميد المرتبة هي؟ إنه basically كل section بيعبر عن شغلة معينة، يعني مثلا في عند ال research experience الرمز تبعها إن هو type، خلينا نحكي إحنا بنختار type تبع الكولوم وعلى اساسه بنحط الداتا. قربتي. هلا انت دارسه ستاتستكس اول شيء؟ لا لا. اوكي جميل، بالعكس هيك احلى، حتى نشرح من الصفر. بس لانه الاودينس طبعا عندنا متنوعين، هلا حنشوف كيف نحن متنوعين بالاناليسس نفسه، لانه هذا الفورم مجمع داتا من الناس اللي هلا مشاركين، ففي تنوع كثير، كثير ناس دارسين ستاتستكس ويعني او كثير ناس لا كمان. بس هون اذا بتلاحظي الريسيرش اكسبيرينس جوابه 1 من 3 شغلات، ايه ولا، وانا هلا شغال على ريسيرش اعتقد، او في وفي كمان ريسيرشين او 3 او كذا، بس ما في ترتيب واضح، على الاقل ما في ترتيب السوفت وير فهمه، فكلياته شو كلام.
طيب اوكي يعني طيب مثال آخر كمان، لما نجي على شو بيسموه، على ال strongest type of evidence، كان في أسئلة إحصائية، فما في ترتيب هون، هذا جواب وهذا جواب هذا جواب، ما في لهم علاقة ببعض. بينما لما نجي مثلا للطول، هلا لما تجي للطول في مسطرة، شو يعني؟ يعني من رقم إلى رقم، وفي درجات بالتمايز بين أعلى وأكبر، فيك ترتبيهم. أوكي؟ اوكي فنحن هيك عم نشرحه على مثال عملي قبل ما نجي على السلايدات والكلام الممل، لأنه السلايدات رح تنيمكم. بس أنا آخر الشغلات جدا البسيطة يعني، وأكيد مو ناوي أشرح كل الاستاتستكس اليوم. مثلا هون سموكر كمان، شوفي سموكر حق في دوائر، فنعم ولا، وكنت ولكن بطلت او احيانا بدخن، فهي 3 سيبريت كاتيجوريز. شو كمان هلا في، فهلا نجي على السلايدات نشرحهم على السريع لانه الموضوع جدا بسيط. الداتا تايبس هي اهم شيء بدكم تعرفوه بالستاتستكس، حتى لو بدك تعمل ريسيرش ومو انت تساوي الاناليسس لازم تكون فهمان المبادئ هي، حتى لو بدك تعطي الداتا لحدا ثاني يحللها مشان ما تعمل الاغلاط وانت عم تجمع الداتا. فنفوت على الداتا تايبس اند ديسكريبتيف ستاتستكس. هلا الداتا اللي هي معلومات، واحده من شغلتين، اما نيوميريكال عدديه او كاتيجوريكال تقسيميه. النيوميريكال اللي هي الشيء الواضح مصنوعه من ارقام، يعني شو؟ طول، عرض، وزن، حجم الشو سايز وهكذا، العمر بالسنوات، فهذا كلياته بيسموه نيوميريكال، يعني 2 ضعف الواحد والاربعه ضعف الاثنين، فهذا كلياته بنسميه نيوميريكال. إذا في تمايز لا نهائي بيناتهم بنسميه continuous. يعني شو؟ يعني أنا طولي كم؟ 173، ففي عندك 173 ومليمتر ومليمترين وثلاثة، في تمايز لا نهائي، فيك تقسمي المسطرة إلى أجزاء أصغر وأصغر. إذا في تمايز يعني محدد، يعني مثلا شو؟ عدد الأولاد، ممكن يكون عنده ابن واثنين وعشرة وعشرين، بس ما في ابن ونص. طيب؟ هذا المقصود فيه، موضوع جدا بسيط انتهينا منه. هاي النيوميريكال الاشياء العدديه اللي هي سهل يعني فهمها. الكاتيجوريكال اللي هي التقسيميه، مثل شو؟ مصنوع من كلام، يعني مثلا لون العيون، الجندر، البلود تايب زمره الدم، حلو، الاثنيسيتي، يعني مثلا لما تقول سوري وفلسطيني ومصري وكذا، هون ما في ترتيب، حلو، يعني ما فيك تحطي مثلا سوري بعدين أردني بعدين مصري، ليش يعني؟ على أي أساس يعني؟ بدك، ما في ترتيب عقلي إنك تحطه، ممكن ترتبهم أبجديا بس هذا مو ترتيب حقيقي. فهذا الكاتيجوريكال. هلا إذا كان في إذا كانوا مختلفين تماما بنسميهم شو؟ أوردينال. أوردينال يعني آسف نومينال، لما مثل ما حكينا لون العيون أصفر ولون مثلا أسود وبني وأخضر، ما في ترتيب أبدا بيناتهم، لذلك شو؟ دوائر منفصلة مثل ما شفتوا على جاسب قبل شوي، ونفس الشيء على فكرة على الاس بي اس اس، دوائر منفصلة. بينما لما نرجع على مثلا السؤال اللي سألناه، قديش انت الكونفيدنس تبعك بالريسيرش، قلنا من 1 لـ 5، 1 لـ 5 في لهم ترتيب عددي، بس لما بس شو نحن بنعني لما نقول 1 من 5؟ 1 يعني ما عندي ثقة ابدا، مثل ما شفتوا بالفورم هذا اللي جمعناه هون، كان يقول شو الكونفيدنس تبعي، وين ليك لما يقول هاو كونفيدنت ار يو ان ريسيرش، 1 يعني ابدا ما عندي ثقه، 5 يعني عندي ثقه تامه، طب 3، 4 يعني اميل الى انه عندي، بس ما هذا لا يعني انه 4 ضعف الاثنين او الخمسه 5 اضعاف الواحد، فلذلك هي حقيقه ما بتسمى ترتيب عددي، لذلك بيكون شو اسمه categorical ordinal variable، هي أقسام مختلفة لها ترتيب بس مو ترتيب عددي حقيقي. طيب مثلا شو؟ مثل ما قلنا نسبة الثقة ونسبة مثلا أهلا إذا أعطيتكم فيدباك كم أنتم رضيتوا عن الورشة هي العلمية اللي سويناها على زوم، حكيتوا لي والله أنا رضاي 4 من 5، هذا كله بنسميه ordinal. لذلك لما تيجي على جاس راح تشوف شو الترتيب 3 عواميد هدول اللي جنب بعضهم، اللي هنا هدول confidence and research، شفتوا العواميد، هذا الجاس اوتوماتيكلي اذا انت منظف الداتا صح راح الانواع هي هو حيقسمها لحاله من عنده. طيب هلا نجي على انواع الداتا تايبس وكيف فينا نحللهم.
طيب يا ريان، بدنا اياكي لو سمحتي تساوي لنا سكرين شيرنج هلا، ونبلش نساوي داتا اناليسيس لشغله شغله بالفولدر يلي نحن سوينا له شير. بصير؟ الو، بس لو تسمح لي اعمل سكرين شيرنج. صح، انا بساوي سكرين من عندي. طيب ستوب شير و allow participants to share. طيب تمام، كبري الشاشة. تمام، كبري الشاشة. في شيء غلط بالمايك، في شيء غلط بالمايك. هيك أحسن، هيك أحسن. مين بيعرف كيف فينا مين بيعرف كيف فينا نسكر الخبر؟ ما حدا عم يجاوبني. وطي صوت اللابت. ايوه اوكي، وطي صوت ال بس هيك ما حتسمعني. شو نبلش؟ ريانا سامعتني ولا شو؟ It says I can't open mic when sharing the screen. والله غريب. لحظة. Allow participant to chat, share screen, unmute themselves. اوكي. يلا هلا جربي، إن شاء الله تزبط. جربي تسوي شير سكرينينج. باقي لنا 6 دقائق، بدنا نخلص على الاقل اول ستيب بعدين نسكر ونرجع. جربي البسي السماعه، جربي البسي السماعه مشان ما نسمع صوتك. ما بعرف في عندك سماعه ولا من عندي؟ لا انا ما عندي حتى سماعه. اوكي كل حدا، انا عاطي الاوبشن انه تو اميوت ذيم سيلفز. اذا ما هذا بنحول على بيسان. طالع صوتي. ايوه خلاص هيك تمام. جربي هلا اسوي سكرين شير. صراحه المشكله جد بزوم، انا بحاول اعمل انتراكشن، يعني في ناس قالوا لي السيشن طولت عامل المره الماضيه. سكرين شير انا طالع. ايوه هيك خلاص، هيك ممتاز. يعني الانتراكشن بياخذ وقت زياده لو انا هذا بسويه من عندي بسرعه. طيب يلا بلشي، حط على الكلاس. طيب هلا بدنا نسال سؤال بسيط جدا. الطول، بدنا نعرف كم معدل الطول للناس يلي سجلوا معنا. طيب روحي، كيف بدك تساويها؟ روحي شايفه فوق على الشمال عندك descriptives. اوكي فوق على الشمال هذا الزر تبع descriptives، تضغطي عليه. ايوه اوكي. بعد هيك هلا شوفي في خيارات طلعوا لك. هلا هي الخانه بالضبط. هلا انتوا على الشمال رح تختاروا شو الفاريبلز اللي تساووها، وعلى اليمين لايف بيطلع لك النتائج الاناليسيس تبعك. هذا الفرق عن الاس بي اس اس، يعني هي شغله فرندلي اكثر. اس بي اس اس بيضل بيطلع لك شاشات جديده. فهلا بالضبط الهايت هلا اللي هو الطول والديفو على المربع المستطيل الكبير. هو شوي الصوت يقطع.
استمع مش استمع. سامعة منيح. اضغطي على الهايت واضغطي المثلث اللي فوق. اوكي بالضبط. هلا شايفه شو بيعطيكي؟ بيعطيكي المين اللي هو المعدل، تمام؟ شايفين كلياتكم، في عندكم الفاليد والميسنج والمين. الفاليد معناتها ببساطه عدد الداتا الموجوده اللي هي 516 بني ادم، تمام؟ انتم متذكرين انه نحن لما طبعا فينا هلا واحد سالني بالشات بصير ابعت الانكلين داتا، راح ابعث لكم اياها بعدين ان شاء الله. بس هلا خلينا شغالين على الكلين. ف لما انت تساوي اناليسس نحن كان عندنا 630 بني ادم هنيك جاوبوا الكويشنير، بس انا مسحت منهم كثير لانه في ناس شفتوا مجاوبين كلام وشغلات تخبيص، فمسحتهم مسحتهم، فضل شو 516 بني ادم، هذول الفاليد. اذا في ناس ميسنج، يعني في ناس يعني شو، اذا في ناس مجاوبين الكويشنير بس الطول ما له موجود، متروك فاضي، هاي بتكون ميسنج داتا، وراح يكون عدد الفاليد اقل، راح تلاقي الميسنج ما له صفر، راح تلاقي مثلا خمسه اذا كان خمسه ميسنج، يعني طولهم مو موجود ولكن هو مجاوب باقي الكويشنير. هلا السؤال ليش ما في ميسنج داتا؟ لانه انا لما عملت الكويشنير عملت انك تجاوب الطول اجباري، ما فيك اصلا تتركها فاضيه. حلو، بس في ناس يعني تخوثوا على قول يعني وعبوا شغلات اوكي غلط لذلك مسحتهم. طيب هلا المين الطول بتلاحظوا 168 سنتيمتر. هلا في سؤال يا ريانه، هذا الطول للميلز ولا للفيميلز؟ لا هذا البوس يعني التنين. اوكي، وبدنا نميز بيناتهم، شلون بدنا نسوي هالشيء؟ يعني بدنا نعرف طول الميلز لحالهم والفيميلز لحالهم. بس لا، قبل هيك قبل هيك بدي اياكي شوفي هلا انت لما اخذتي الفاريبل، شوفي تحت تحت في عندك هذول العمود الخطين تبع البلوتس والستاتستكس، روحي على البلوتس كبريه، اوكي بلوتس بلوتس ايوه، وعلى اليمين تحت في عندك البيسك ديستريبيوشن، بيسك بلوتس ديستريبيوشن بلوتس، اضغطي على الديستريبيوشن بلوت. هي بالضبط. هلا هذا بيورجيكي شيء بيسموه الهيستوغرام. هلا راح بتعرفي البايت البار شارت، البار شارت شو هو؟ يعني مثلا لما اذا مثلا 50% ميلز 50% فيميلز، بورجيكي عمودين جنب بعض. اذا في قسمه ثالثه بورجيكي مظبوط. القسمه الثالثه. هلا الهيستوغرام هو شبيه جدا بالبار شارت، ولكن الفرق انه بورجيكي التقسيمات اللامتناهيه المتوسطه بين الاقسام هاي. هلا لما يكون ميل وفيميل فقط نحتاج عمودين، بس عندك طول 150 و151 و52 وهيك الى ما لا نهايه، فبنحطهم كلهم جنب بعض وبيصير هذا الشكل اللي بيسموه الهيستوغرام. فالواي اكسس هو عدد الناس الكاونت، والاكس اكسس اللي هو الطول اللي هو الفاريبل اللي نحن مهتمين فيه. هلا لاحظوا، انزلي لتحت شوي عشان نشوف الهيستوغرام منيح، او كبري كبري الهيستوغرام. شايفه شلون بتحطي الماوس على ايوه تحت على اليمين، نحاول هيك تكون شوي اسرع مشان نختصر الوقت. اوكي لا شوي خلص خليني اسويها من ايوه تمام. فهلا بتشوفي شلون اغلب الناس ما يعني طولهم من وين لوين؟ من تقريبا 155 الى 180 175. هلا الواي اكسس شوفي شلون عندك، يعني هدول هذا هدول الناس اللي هنا طولهم 155 و60 و70، من كل صنف من هدول في 100 بني ادم. طبعا هذا مظبوط. يشمل كل حدا، يعني 52 و53 و77 هذه كلها داخلين في هذا النطاق، ففي هذا الرينج تقريبا يعني 400 بني ادم او 400 وكسر، والباقيين فقط اللي هنا موجودين على الاطراف. هذا بنسميه الهيستوغرام. هلا والله ما حدا ذكرني. طيب فوين كنا عم نشرح؟ فلما يكون كل حدا قريب من مكان واحد، يعني تخيلي مثلا طول الميلز كلياتهم من 100 وكم 168 الى 172، يعني ما في حدا اطول من 72 172 ولا حدا اقصر من 168، كل حدا بالرينج هذا، الفرق بين اطول واحد واقصر واحد سنتيمترين ثلاثه. فشلون حيكون شكل الهيستوغرام؟ حيكون شكله ضيق جدا، حيكون هيك تمام.
بينما لو كان في كتير تمايز، يعني واحد طوله مترين وواحد متر وخمسين وواحد 170 و180 و190، كتير في تمايز، بيكون الكيرف شو شكله أملس أكثر. فهي هي الشاشة اللي نحن شايفينها. طيب، فهي بنسموها ستاندرد ديفيشن. لما نحن نقول الستاندرد ديفيشن هون شو، نرجع للجاسب. جاسب هون انتم شايفين انه الستاندرد ديفيشن للفيميلز 5.6 سنتيمتر. تعرفي شو معنات هذا الشيء يا ريانة؟ عارف سكرت الميوت ولا؟ بمعنى انه الاود اتوقع انها مش هذا كان عم يجاوب احمد خلدون. اوكي، هلا شوفوا شلون لو نحن رسمنا الهيستوغرام هيك. طبعا احنا قلنا هذا لما يكون شو، في كثير هاي ستاندرد ديفيشن، لما يكون كل حدا طوله جدا قريب من بعضه هيك، فانتوا بيكون شو، بيكون انسوا الرسمه الاولى، تكون الرسمه الثانيه فقط. طيب، بتكون هي. فهلا تخيلوا اجى مثلا بالجامعه اجاكم امتحان، وهذا الامتحان طبعا نفترض العلامه من 20، حلو، العلامه من 20، فاقصى شيء ممكن حدا يسجله 20، واقل شيء ممكن طبعا تسجله اذا انت طابل صفر، حلو. ونفترض شو، انه الامتحان كان جدا 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 صعب، شو بتتوقعوا انه الكيرف حيكون شكله؟ حيكون هون، يعني نسبة الناس اللي مجاوبين هيك، يعني إذا هون العدد، يعني مثلا بالصف في 100 بني آدم، أوكي؟ هون شو؟ واحد، وهون 20، وهون 30، وهون مثلا 50 كعدد. فحيكون مثلا 30 بني آدم مسجلين 5 نقاط. ومثلا شو؟ 20 بني ادم مسجلين نقطة واحدة، هذا شو اذا امتحان جدا جدا صعب، فلما تحط العواميد هي كلياتها، حيكون بس شو، في واحد قطاعة بس هو اللي مجمع مثلا نقطة واحدة، حيكون جدا قصير، هو هيك واحد، فحيكون شكل الكيرف بالاخير شلون هيك. حلو؟ هلا لما يكون بالعكس الامتحان كثير كثير كان جاي سهل، كيف حيكون شكله؟ حيكون، لا، حيكون إذا كتير إجا سهل، حلو، أو إجا سنوات تماما، هتلاقوا إنه كل حدا مفلل، كل حدا جايب يا 18 يا 20، يا 18 يا 19 يا 20. والناس اللي يعني جدا جدا ضعيفين هن شو يلي، طبعا انسوا هدول. فحيكون شكل الكيرف كيف هيك. هلا لو كان كل حدا نفس بعض شو حيكون؟ نارو. فهي هي الفكرة. فالسانة ديفيشن لما نقول نحن انه الافرج هايت، لما نقول مثلا الافرج هايت للفيميلز 161 سنتيمتر والستاندرد ديفيشن 5.6، شو يعني؟ طبعا ننسى الفواصل، خلينا نقول 5، يعني البنات الافرج 161، الستاندرد ديفيشن 5، يعني 161 ناقص 5 كم؟ 155، 156. ف 68% من البنات، 68% غالبية البنات بيقعوا بين 156 سنتيمتر و 166 سنتيمتر، لأنه 61 زائد ناقص 5. فلما نرسمها على البينت بتكون هيك. فشو بيكون؟ تكون هيك، وهي هون، وهون شو؟ مثل ما اصلا ليش نرسمها على فكره؟ ليش نضيع وقتنا؟ ما هي هيك هون، انتم شايفينها بالضبط، هون 160 تقريبا، والغالبيه الساحقه بين ال 155 او 156 وال 100 وكم؟ 166، فبالضبط انتم شايفين هدول العمودين الكبار، فهدول بيمثلوا 68% من الداتا. لما نجي على الجوجل في هي الصوره الحلوه. فهون شوفوا شلون، هون هذا اذا كان الصفر، الصفر هو الافرج هون المقصود فيها، اذا هون الافرج، ف 43% على اليمين وعلى الشمال. هلا اذا بدنا ناخذ تو ستاندرد ديفيشنز، يعني شو؟ يعني زائد ناقص 10. ف
حيكون 95% من نسبة البنات شو 95. أنا والله حاسس بلشت أنا كثير لخبط الناس، بس حيكون الغالبية الساحقة أكثر، يعني 160 بلس ماينس 10، يعني من 150 إلى 170 أو 171. 151 إلى 171 هي تقريبا كل البنات 95%. فهي هي فكرة الـ average والمين والميديان والهيستوغرام. متوسط بعد متغيرات عن المتوسط. أحمد عزت. Internet connection is bad. I apologize. تمام. طيب دكتور، من وين بتجيب النسب؟ تمام. أوكي، هلا انسوا أنتوا النسب، انسوا النسب. فهمتوا الفكرة؟ لما نقول نحن plus minus 5 أو زائد ناقص 10، الفكرة إنه هذا الستاند ديفيشن. هلا النسبة هي هيك، هي نسبة تحفظ حفظا، يعني هي شغلة بالإحصاء ثابتة. اكتبوا ستاند ديفيشن هون على الجوجل، ستاندرد ديفيشن، بورجيكم الصورة هي. شوف كيف؟ بورجيكم الصورة هون. فهي شغلة من الإنترنت ثابتة، يعني هي هيك معروفة بالإحصاء، إنه لما نقول الستاند ديفيشن المقصود فيه إنه إذا الستاند ديفيشن مرة واحدة فقط زائد ناقص مرة واحدة، إذا كان الستاند ديفيشن 5، فلما أقول زائد ناقص 5 راح ينشمل فيه 68%. ضعف العدد مرتين، يعني زائد ناقص 10، بيكون شو؟ بيشمل 95%. وإذا قلنا زائد ناقص 3 أضعاف الستاند ديفيشن، يعني بعدنا 3 أضعاف مرة ثانية، يعني 5 فيه 3 15، فزائد ناقص 15 رح تشمل 92%. هي هيك هذا رقم محفوظ، بسموه بالستاتستكس ال 69-95-98 rule. حلو؟ وين راح البينت؟ هيك بسموه 68-95-99 rule. هذا قانون. فهي هي هيك شغلة تحفظ حفظا. هلا نرجع للميلز. نحن قلنا الستاند ديفيشن للفيميلز 5، للميلز لاحظوا الذكور شويه تمايزوا اكثر في طولهم، بدال فرق 5 سنتيمتر الفرق بيناتهم 6 سنتيمتر، والمعدل 76. شو يعني؟ يعني 176 ناقص 6 كم؟ 170 زائد 6 كم يعني؟ يعني 180 زائد 2 182، صح؟ زائد 6 182. فهذا يعني انه من 170 ل 182 راح يسقط فيها 68% من الشباب. اذا اخذنا ضعف العدد يلي هي شو؟ 176 ناقص 6 ضرب 2 يلي هي 12، راح يكون 164. و 167 زائد 12 188. فمن 164 ل 188 راح تشمل 95% من الشباب. فلما نحن نشوف هذا الشاب، يعني هلا بنرجع لهذا الشاب ما شاء الله عليه، تحيه صراحه ما بعرف اذا هو موجود هلا عم يتابعنا ولا حشوف على اليوتيوب، بس يعني هو صار انسان مشهور هلا. فهذا الانسان اللي كانت الصوره لما حطيناه بالبوكس بلوت حاطط لي نقطه لحاله، هذا فوق ال 190، هذا جدا 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 عالي، فوق ال 95 سنتايل، يعني من بين 5 ومن بين 100 شاب هو اطول من 95% على الاقل، ممكن يكون اطول، حتى اطول واحد فيهم مطلقا هو فعلا اطول واحد، لانه شايفين هون الجاسب عم يقول لي انه هو هذا المعدل وهذا الستاند ديفيشن. اقصر شاب كان طوله 158، اطول واحد 195. حلو، يعني هذا هي هي الفكره من الشغلات هي. هلا خلصنا من الشغلات شو الرقميه، بدنا حدا يفوت معنا نساوي اناليسس. اخيرا فهمتي الفكره، امين هذا بيسال. تمام، بدنا حدا يتطوع لنا يساوي. هلا بدنا نساوي تحليل للشغلات الكلاميه. نحن مو قلنا في عندنا الكونتينوس فاريبلز اللي هي الطول والوزن والشغلات هي. هلا في عندنا شو الشغلات الكلاميه، بدنا حدا يتطوع مشان يفوت ويورينا شاشته يشتغل معنا. مين؟ احكي لنا على الشات.
ما في متطوع؟ على فكرة الشغلة مو صعبة يعني، أنا أتوقع بالعكس أحسن لكم إنه تشاركوا مشان أيوة بيسان تمام بيسان عم نزل جاسب أمين لسه عم تنزله يا أمين الله يسامحك. allow participants to مساوي لا أوكي أنا حوقف screen sharing. أوكي مين قالت بيسان تساوي لنا screen share نبلش. الو تمام ايوه سامعك. طبعا سامحوني صراحه انا حاسس مو حاسس ديفنتلي الشرح اليوم أسوأ من المره الماضيه، بس عن جد انا يعني باليوم هي مو ستاتستكس 100% بحيث انه تعرفوا كل شيء، مستحيل طبعا خلال ساعتين زمان تعرفوا كل شيء، ولكن انا عم بحاول اشرح المبادئ الذهنيه مو الارقام من خلال الاشياء هي، بحيث لما ان شاء الله هلا يعني يصير عندكم عزم لحالكم تشوفوا وتتعلموا. طيب فانا هيك مثل خلينا نقول يعني تعريف سريع بالبرنامج هذا مشان تعرفوا يعني كيف تبلشوا لحالكم. طيب طيب يا بيسن لو سمحتي هلا نرجع للشاشه او لا خليكي هيك شوفي شلون هلا في عندنا اسئله، خلينا نقول شو الجندر حلو، بدنا نعرف نسبة الذكور اللي جاوبوا الكويستيونير والإناث حلو. ف فوق على الكولوم على الخانة هي روحي على على الفريكونسيز مو على الديسكريبتيفز على الفريكونسيز على اليمين ايوه. هلا في عندك تحت في عندك الكونتينجنسي تيبلز الخيار الثالث، لاحظوا هلا شلون الجاسب الخانه اللي فوق حذفها وفتح لك خانه جديده اسمها كونتينجنسي تيبلز، اللي قبله كان ديسكريبتيف ستاتستكس. هلا قبل ما نبلش صح انا ما حكيت، لما نقول ديسكريبتيف ستاتستكس المقصود فيها الاحصاءات اللي فقط تصف الواقع، لما تقول الطول هيك المعدل هيك اعلى شيء كان كذا اقل شيء المينيمم والماكسيمم كان كذا هي كلها ديسكريبتيف. لما تقول مثلا 55% ولا 60% كانوا بنات والباقي كانوا شباب هي كلها ديسكريبتيف، انت بس عم تصف الواقع ما عم تستنبط منه شيء معين. بس ان شاء الله السيشن الجايه رح نشرح الانفرنشال ستاتستكس. الانفرنشال ستاتستكس اللي هي الاحصائيات الاستنباطيه، يعني يا بيسان نحن مو قبل شوي شفنا انه مو قلنا انه الفيميلز مثلا طولهم هيك والميلز هيك طولهم؟ مظبوط. بس هلا هل هذا يعني هل فينا نحكي انه الفيميلز ار ترولي او الميلز ار ترولي تولر ذان فيميلز؟ نو بالضبط، يعني هذا بالنظر لحاله ما بيكفي، خلينا نقول مبدئيا بدك يعني تثبت هذا الموضوع احصائيا، لانه مثلا تخيلي هلا طبعا لما نحن نجمع من 500 بني ادم بصير الصوره واضحه، بس تخيلي مثلا جمعت من خمس بنات وخمس شباب او 10 و10. طب بركي مثلا هذا الشاب اللي كان طوله 195 صدف انه دخل مع الشباب، راح يكون طوله الافرج راح يكون طول 185 ولا 190 سنتيمتر حيكون الافرج، لانه هذاك الشاب شو لما تجمعي وتقسمي هو حيأثر كثير على القسمه. ونفس الشيء البنات لو صدفت انه في بنت كثير طويله من الجروب راح كمان تاثر، ولو صدفت انه باقي الشباب كانوا قصار، فلذلك بدنا احصائيات استنباطيه نثبت بها انه احتمال انه كان في شباب كثير طوال او قصار او كذا بالجروب احتمال ضئيل، فهذا كله بنشرحه ان شاء الله بالسيشن الجايه. هلا لما نقول الاقل والاكثر او النسبه كمان هذا بنسميه ديسكريبتيف ستاتستكس. في واحد عم يسال الديسكريبتيف بتكون 100% زيها زي الاوبجكتيف ريسيرش؟ هلا لا الديسكريبتيف انت عم تصف السامبل اللي عندك، يعني هلا انا فيني اجزم 100% انه الناس اللي جاوبوا الكويستيونير تبعي اللي انا نزلته، الناس اللي جاوبوا من الشباب والبنات اللي جاوبوا ديفينتلي اون افريج الميلز ار تولر ذان فيميلز. وطبعا هلا لو بنساوي اناليسيس للوزن كمان راح يكون الشباب يعني اتقل، فانا فيني احلف انه الافرج يعني لو جمعناهم وقسمناهم على عدد راح يكون الشباب اتقل مثلا. اوكي هاي بالنسبه للسامبل تبعي،
أنا لو بدي أعمم هذا الاستنباط على كل طلاب الجامعة، فهمتوا الفكرة؟ لو بدي أعمم هذا الكلام على طلاب الجامعة كلياتهم، هون ما فيني أعمم، لأنه الباقيين ما جاء، يعني الناس اللي ما جاءوا الكويشنير ما فيني أحلف. فبده يكون عندي أرقام واضحة بنسبة معينة بقوة معينة حتى أقدر أعمم الـ500 اللي جاوبوا الكويشنير تبعي على الـ20,000 طالب بالتكنو اللي ما جاوبوا الكويشنير تبعي. فهون بنسميه هذا الكلام inferential statistics، ومنه إن شاء الله رح نشرح المرة الجاية. طيب، فهلا يا بيسان بدنا نسأل سؤال، إنه كم نسبة الشباب والبنات اللي جاوبوا الكويشنير؟ طيب، فشو بدنا نعمل؟ أمسكي روحي على الجندر، حلو، وحركي على شو، على الكولومز. طيب هلا شايفين لهلا فاضيه، ليش؟ لانه هو عم يطلب منك تعمل جدول. خلينا نسال سؤال شوي معقد اكثر قبل هيك. نسبه الشباب، اوكي، الميلز والفيميلز والدايتنج، اوكي، الدايتنج، ايوه، حطيه بالروز اللي هي شو، الخطوط، الصفوف. فشوفي هلا شلون، يعني هي شغله غير صراحه اللي كان بدنا اياها، بس يعني نعمل الشغلتين مع بعض. هلا شوفي شلون، في عندنا كم، عندنا واحد، كم عندنا فيميل؟ 291، والميلز 225. انا صراحه ما بتذكر، خلينا نشوف شلون بدنا نطلع اول شيء الفيميلز لحالهم عشان ما نلخبطكم. الفريكونسيز، الباينوميال تيست، الديسكريبتيفز. لحظه شوي جد. اوكي، خلينا نشرح واحده واحده بدل ما نعمل التنتين مع بعض هيك مشان ما تتلخبطوا. ارجعي على خانه الديسكريبتيف فوق، في عندك اللي هي تسكرت، اللي تسكرت اصلا، هاي الله واحده. طلعي الهايت بره من الفاريبلز وارفعي الجندر لفوق، انسوا هذيك تبع التدخين والدايت هلا. ايوه، رجعي الهايت لمحل ما كانت والجندر ارفعي لفوق. وشايفه هلا تحت المستطيل الكبير اللي على الشمال، شوفي في عندك تشيك بوكس فريكوانسي تيبلز، اوكي. هلا هذا حيورجيكي نسبه عدد الناس. شوفي شلون طلع لنا هذا الجدول الحلو. هلا العدد نحن كنا عارفينه، بس هلا بيعطيكي النسبه، فبورجيكي انه الفاليد بيرسنت 56% من اللي جاوبوا الكويستيونير فيميلز، صح؟ والباقي ميلز. فهلا بدنا نشوف نسبة التدخين، نفس الشيء. كم نسبة التدخين عندنا؟ الناس اللي جاوبوا نو 85%، 84%. اللي بيدخنوا احيانا بيحكي يعني ها هاي 7% والباقي شو يس. هلا برأيك هل حيكون في فرق بين الميلز والفيميلز؟ يس. اوكي، وكيف بدنا نطلع الفرق؟ مفروض بعمل سبلتين. ايوه يس، نفس اللي عملناه المره الماضيه بالهايت. هي شغلات جدا مهمه. فانت مثلا بيطلع لك والله نسبه التدخين 15% تقريبا اذا حسبنا الناس اللي بيدخنوا احيانا، يعني ضفناهم مع اليس. ولكن اذا هلا فرقنا بين الميلز والفيميلز رح تلاقوا فرق كبير. شوف كيف، فمن الميلز اللي جاوبوا نو فقط شو 72%. اوكي، بينما الفيميلز اللي قالوا نو شوفوا كيف 94%. فانت لما تساوي اناليسس، هي شغله مهمه، جاس او اي سوفت وير بيعطيك فقط اللي انت طلبته، قلت له اعطيني نسبه التدخين بيعطيك اياها. بدك تفرق هلا بين مجموعتين مختلفات ذكور واناث، طلاب سنه اولى وطلاب سنه رابعه. يعني مثلا انا عندي نظريه يا بيسان، ما بعرف اذا انت توافقين بالنظريه هي، بس انه الطلاب الجامعه كل ما يعني مضوا سنوات اكثر من الجامعه احتمال انه يدخنوا بيزيد. فهي النظريه هلا فيك تجربي انك تقارني بين طلاب سنه اولى ورابعه مثلا، او هذا تشوفي طلاب سنه اولى وثالثه وهكذا. هي شغلات فيكم تسووها لحالكم بالداتا.
هلا هي الانواع الداتا وشفتوا كيف فينا نقارن بيناتهم. هلا في شغله حلوه بدنا اياكي تساويها. هلا نحن شفنا ارقام المملة بس بدنا اياكي تورجينا رسمه. شو في تحت؟ مو في عندك خيارات البلوتس؟ ايوه. هلا شوفي البوكس بلوتس والديستريبيوشن بلوت، تتذكري هي للارقام الكونتينوس، حلو، الارقام اللي هي ما يعني ما لا نهايه لها. بس لو بدنا نقارن بين شغلات محدوده بنستعمل شو؟ الباي شارت، اللي هي مثل شو هي الدائره اللي بتعطيك الاقسام. فشوفي هون الباي شارت، دوري عليها. ايوه فبالضبط، شوفي شلون اعطوكي هون النسبه، فيكي حتى تكبريهم، تساوي دراج اند دروب. بالضبط هي للفيميلز، شوفي شلون بيعطيكي الاخضر والبني والرمادي. الرمادي اللي قالوا لا قالوا يس، والبني احيانا، والاخضر اللي هنا اللي وضعهم بالسليم، ونفس الشيء للميلز. فهي هي الباي شارت. فاعتقد هلا ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هي شوفي انا الشغلات يا بيسان، الشغلات هي جدا جدا ممله وصعبه تنشرح من دون ممارسه. فصح نحن اليوم مضينا كثير وقت ونحن عم نشرح او عم نساوي سكرين شيرنج ونتخانق المايك شغال ومو شغال، بس والله الناس جدا يعني بينسوا الشغلات هي اذا ما سووها على السوفت وير. لذلك انا حرصت انه انتم تسووها بانفسكم. في واحد جود سمالي عم تسال، من حيث اكثر سبلتنج ممكن نعمل سبلتنج اكثر من فئه؟ بصير يعني مثلا سبلتنج ل مثلا شو بدنا سنه اولى وثانيه وثالثه مثلا، او طلاب طب وطلاب اسنان وطلاب هندسه، بصير عادي. وجربوها يعني. ها خليني انا اسوي لكم سكرين شيرنج، ان شاء الله المفروض تزبط. خليني انا وين الزوم. تمام، باقي لنا 6 دقائق وراح يساوي حيوقف السكرين شيرنج. فخليني انا اسوي سكرين شيرنج هلا من عندي. اعتقد بيسان انت سكرت الشاشه عندك صح؟ انا هلا اللي عم اسوي سكرين شيرنج. دكتور. اوكي. فهلا شوفوا شلون انا احاول اسوي الشغلات شوي اسرع مشان نمشي. فاذا اخذنا مثلا السموكينج، انا مو قبل شوي جبت النظريه العبقريه تبعي انه الطلاب المفروض يعني طلاب الطب على اساس بنتحسن وضعنا اكثر لما ندرس طب، بس لا والله في ناس من الاسترس ومن الكذا بغض النظر عن المبررات، بس بداخل لما يفوت على الجامعه. فبنحط السموكينج نحطه هون مره ثانيه، واليونيفرسيتي مثلا الير اوف ستدي بنحطه هون. شوفي كيف، مين اللي سالت؟ جود سمالي صح؟ جود، نعم. فليكو شوفي كيف، على فكره انا الداتا اعطيكم اياها. شوفوا في تريليون شغله ممكن تعملوها بالداتا، انتم لازم تقعدوا تتسلوا فيها لحالكم. طيب انا عم ساوي الشغلات الرئيسيه عشان تتعلموا كيف تستعملوا السوفت وير. فشوفوا شلون نسبه اللي قالوا، خلينا نجي لهون، نسبه اللي قالوا لا بسنه اولى 83%، نسبه اللي قالوا لا بسنه ثانيه 88%، جميل، بسنه ثالثه 86%. اوكي يعني هي 86%، هون 67% بسنه خامسه، يعني شو المدخنين 21%. بس كمان اذا بتلاحظوا هون نسبه اللي جاوبوا اقل، يعني اللي شاركوا معنا بالورشه من سنه خامسه وسادسه عددهم قليل صراحه. فهل فينا نعمم هذا الشيء ونحكي انه فعلا الناس لما يكملوا بالجامعه بيدخنوا اكثر؟ هذا بده فحص احصائي معين يعني خصوصي بنسميه الدرس الجاي بنشرحه ما حنحكي. فهي وهون مثل ما قلتوا، يعني مثل ما قلت لكم الباي شارت والبار شارت، حلو، هذول هنا اللي بيوصفوا لنا الكاتيجوريكال داتا. يعني نجي هلا للسلايدز على السريع مشان نخلصون. انا على فكره ما عندي سلايدات كثار، هنا مجرد 3 4 رسمات. فهلا نحن قلنا في عندنا شو كونتينوس والكاتيجوريكال داتا. اوكي الكاتيجوريكال هي الارقام وهي الاوردينال وهي النومينال. وبتتذكروا انه قلنا لما يكون عندنا كونتينوس شغلات مثل الطول والعرض بنوصفها بالهيستوغرام، اوكي، او بالبوكس بلوت. لما يكون في عندنا نومينال شغلات مثل بتدخن ما بتدخن، سوري اردني مصري عراقي، هي شو بنعمل لها؟ بنعمل لها باي شارت او بار شارت. طيب فهي هي الفيجرز اللي بتساعدك، لانه جدا صعب الداتا يعني تفهمها وتكون سهل انك يعني تتسلى فيها وانت عم تحاول تفهم الارقام، اما الفيجرز كثير بيساعدوك تفهم.
فهي هي بالضبط لما نجي للفيجواليزنج الكاتيجوريكال داتا دائما بنستعمل لها بار تشارت وباي تشارت. كونتينوس بنستعمل لها هيستوغرام وبوكس بلوت والسكاتر بلوت. هي اخر شغله بدنا نفوت عليها. فهون مثلا انه شو هي التاسك اللي كان بدنا نعملها مشينا فيها، شفنا كم طول البارتيسيبنتس مثلا الديستريبيوشن، شفنا انه مثلا نيجي لهون نفس اللي عملناه قبل شوي اللي عملناه مع بيسام وريانا. فلما عملنا مثلا شو طبعا اذا بتضغطوا على فكره هي بس مشان يعني تب، لما تضغطوا كنترول حلو على الكيبورد وتضغطوا بالماوس فيكم تختاروا اكثر من شغله بنفس الوقت، وبعدين تضغطوا هيك بتحولوهم كلهم مثلا. فالمهم اذا حركنا الجندر لهون طيب، وبعدين عملنا الباي تشارت عرفنا انه شو الغالبيه فيميلز الاخضر والميلز هن الرمادي. فهي وحده الير والميجر. اه صح نحن كم نسبه الطلاب الطبي اللي شاركوا معنا؟ اعتقد الغالبيه منا اللي شاركوا هون بالطلاب طب. فخلينا نشوف النسبه، انا صراحه بدي اعرف. فبنروح اليونيفرسيتي ميجر بنحطه هون، ومره ثانيه الباي تشارت اصلا خليها مفتوحه ما في داعي نضل نسكرينها. فلاحظوا شلون البني هو طول ليكم ميديسن اند سيرجري. طبعا فيكم تتحكموا شوي بالالوان من هون، تختاروا مثلا فيريدس بغير لكم الالوان. حلو هي الوان احلى صراحه تبع فيريدس هون الكالر باليت، يعني فيكم تلعبوا فيها هي او الجي جي بلوت كمان. فهون طلاب الطب هنا الغالبيه الساحقه فوق تقريبا 90% والباقي هن طلاب اسنان وصيدله. يعني حتى انا اسف ريانه صح؟ ما كان في خانه هندسه، انا ما توقعت الهندسه يفوتوا معنا يعني. تمام. وحكينا انه هلا في عندك الكونتينوس داتا وسالنا عده اسئله، هاو از ذا هاي ديستريبيوتد؟ شفنا كيف شكل الهيستوغرام وشفنا انه الهيستوغرام تبع الميلز والفيميلز في بينهم تمايز كثير. فلو بنرسمه على البينت كنا نلاقي انه شو؟ انه الفيميلز مثلا هون مثلا 160 وهون 180. هذا المبدا على فكره جدا مهم يا جماعه تفهموه، وان كان اسف انا صح السيشن هي مو كثير مسليه مثل الماضيين، ولكن this cannot be helped يعني. يمكن لو كانت السيشن يعني طبعا يعني كورس كذا شيء ابسط من يعني ابطا من ورك شوب بيكون الموضوع انجويبل اكثر، بس الفيميلز كان شكل الهيستوغرام تبعهم تقريبا هيك. صح؟ يعني شو يعني اقليه قليله جدا وصلت ل 180 والغالبيه كانوا 160 يعني 155 الى 165. بينما الميلز كانوا الغالبيه بالرينج هاد. فكانوا الغالبيه هون تقريبا. يعني فلاحظوا انه في اوفرلاب، في كثير ميلز وفيميلز بيشتركوا بالطول. حلو؟ وفي لا، في يعني منهم يعني مثلا اقصر ميل اللي هو مثلا طوله 100 وات ايفر هو بيكون افريج لو بدنا نحطه على السكيل الثاني. فهي شغله. هلا في اخر سؤال في دقيقه واحده وحيسكر علينا الشير. انا اعتقد خلص يعني هي اخر على فكره سلايد، في هوم ورك حنحكي عنه سلايد واحده وهي اخر شاشه، فراح نفتح اللينك اخر مره وبعدين ان شاء الله نختم، وكمان حيكون في اسئله واجوبه. فيلا نرجع للينك بعد ما اسكر لانه باقي دقيقه وسكر علينا الريكورد هذاك. اوكي يلا. طيب فهلا في اخر فيجر مهم على فكره بدنا نحكي عنها، بس بدنا حدا يساعدنا. مين هذا اللي حكى؟ بركي بيساعدني بصوته الشذي مشان انا دكتور كرم. بس الفكره انه لما حكيت لك انا مش منزل التيم، عادي عادي ما راح اقدر اعمل سكرين شير ولا البرنامج موجود عندي. خلاص بسيطه. لا مو بدي حتى السكرين شير، بس بدي احكي معك هيك مشان اقدر اشرح احسن لانه صعب اشرح. لا تفضل دكتور. شاشه مع حالي. هلا انت بتتوقع او لا، خلينا نشرحها على البينت لانه البينت افضل منه ما في. هلا اذا قلنا انه بدنا نحط الاكس اكسس هيك وهي الواي اكسس، حلو، وهون نقول انه هذا الويت، حلو تمام، وهذا الهايت. خلينا نحكي للميلز او بغض النظر في ميلز، حدا وزنه 80 كيلوغرام كم تتوقع
طوله، او لا لا خلينا نسهلها، حدا طوله 180 كم تتوقع وزنه؟ بده يكون خلينا نقول 70 فما فوق. طيب بالضبط، خلينا نرسم على السريع، معناته الويت خلينا نقول هون 150 وهون 100 وهون 70 وهون 60 وهون 50. نادر جدا حدا يكون تحت ال 50، يعني يمكن 45 يعني هيك مينيمم. وهون خلينا نقول الطول هون 140 وهون 150 وهون 180 وهون 190، بكفي هيك. فقلت لي كم بده يكون؟ 170 بده يكون وزنه 70. طيب جميل، وزنه 70 وواحد طوله 190 على السريع 80 وواحد او حدا طوله بغض النظر 140 بده يكون وزنه يعني بين ال 50 وال 60، خلينا نقول 55. طيب و 150 اقل شيء 50. طيب هلا نفترض هذا ال 150 كان سمين كثير، جبنا واحد 150 بس سمين كثير، كم حيكون وزنه؟ بده يطلع الافرج شوي. فخلينا نضل نعمل هيك، نضل نعبي نقاط نعبي نقاط نعبي نقاط، حتى لو واحد 140 كثير نحيف، اوكي، واحد 140 وزنه كثير سمين خلينا نقول 170، واحد 190 كثير نحيف، حيضل هيك وهكذا وهكذا وهكذا. حتلاحظوا هلا انه بكفي هيك، لانه اعتقد الفكره وصلت. ملاحظين انه مع ذلك في خط عم يمشي، شو في علاقه بيناتهم، الناس اللي اطول بشكل متزايد، خطي. الطول بذاته بيأثر على الوزن حتى من دون ما نفكر بعلاقته مع شو بيسموه، بعلاقته مع مع كميه الدهون. يعني الوزن نفسه فيه، الطول نفسه فيه وزن حتى لو ما كان شو زاد كميه الدهون بجسمه. دهون، نعم. فهي بنسميها شو، هي الرسمه اللي رسمناها سكاتر بلوت، بنسميها سكاتر بلوت. ليش؟ لانه شوفوا انتم عندكم نقطه 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 في سكاترينج، في هيك توزع، فهي بنسميها سكاتر بلوت. لما ولاحظوا هلا الويت من اي نوع من الفاريبلز، نحن مو قلنا في عندنا، نرجع للرسمه هي، مو قلنا في عندك داتا، اي نوع من الداتا الويت يا كرم؟ نيوميريكال. نيوميريكال اللي هي شو، كونتينوس ولا ديسكريت؟ بدها تكون لا كونتينوس. كونتينوس، ممتاز. والوزن الطول نفس الشيء، فهذول اثنين كونتينوس فاريبلز، لاحظ. نعم. فالسكاتر بلوت تستعمل للكونتينوس فاريبلز، ما بتجيب لي مثلا يعني لازم الاكس والواي الثنتين يكونوا عباره عن كونتينوس. بالضبط. فهلا في صوره ثانيه خلينا نتصورها. شو بدنا نتصور، شو بدنا نتصور؟ هلا احيانا ممكن ما تكون علاقه طرديه الى ما لا نهايه، يعني يعني ممكن احيانا الكيرف ممكن هيك يكون شكله، ممكن يعني مثلا خلينا نقول هي مثال حلو جدا وبسيط. عدد ساعات الدراسه، اوكي، ستدي، هي انتم كثير بتحبوها كطلاب جامعه، اورز، حلو، وين اوكي هيك بكفي. الستدي اورز والعلامه الجي بي اي، حلو، او العلامه بالكورس. خلينا نقول هون مثلا بالاسبوع بيدرس له صفر، او لا صفر هي هون، وهون مثلا بيدرس له ساعه، وهون خمسه، وهون عشرة، وهون عشرين، او لا خلينا نقول هون 40، يعني كل يوم يمكن بيدرس له شيء 10 ساعات وهكذا. فهل انت متوقع يا كرم انه العلاقة بين الجي بي اي او علامته بالكورس من 100 خلينا نقول راح تكون طردية، بحيث كل ساعة بيدرسها بتضيف له علامة وراح يكون احسن له كل ما درس؟ هو راح تكون طردية بس لحد معين، راح يبلش الذكاء هو اللي يصير يحدد. حلو كثير، يعني يكون العامل جميل الأكبر. كلامك عن الذكاء، انا ما سألتك عن الذكاء بس حلو انك جبته،
بس خلينا نسكت عن الذكاء، فخلينا بالساعات بالضبط هلا، لانه انت هيك عم تجيب عوامل اكثر وعم تعقد الموضوع، عم تستبق الموضوع الاحداث. اسف دكتور. لا لا عادي عادي، انت حلو عم تفكر، استبقت للدرس الجاي هيك بتعقد الموضوع اذا فوت. لا بس هو قصدي انه يعني لحد معين بعديها خلص راح يبطل هو العامل. فاكيد الناس اللي كثير يعني بتكون علامتها سيئه غالبا بتلاقي صح ما بيدرسوا غير قبل الامتحان، فلما تحسب عدد دراستهم خلال الاسبوع بالسنه كلها بيكون قليله جدا. فحتلاحظ انه مثلا الجي بي اي بيكون جدا واطي اول شيء، يعني اول علامه من صفر تكون هيك، بعدين شو كل ما درس بتزيد بتزيد بتزيد، بعدين مثلا لما يوصل للنص حتى حقيقه بزيد كثير، بعدين شو ببطل تنفعه دراسته لما يصير، لانه غالبا اللي بيدرس بيقول لك هيك بيكون حقيقه بس عاده بيتفرج على الكمبيوتر على الهي. نعم بطل فيه فعاليه بدراسته. هلا لما نجي نرسمها على السكاتر بلوت حتعطيك هي الريليشن شيب، ولكن هي بنسميها شو، هي المرحله هي بنسميها شو، بلاتو. بلاتو يلي هي كيف لو عندك جبل وفي فوق القمه في عندك مثل هضبه او مكان مستوي، الثبات خلص. ايوه الثبات. فهون بطل في علاقه بين هدول الشغلتين، بين الدراسه وبين الجي بي اي، ولكن قبل هيك كانت علاقه طرديه، قبل هيك كانت مستقيمه بعدين استقامت. فهون هلا هذا كله، هلا لما نجي على جاسب انا مثلا عندي سؤال بسيط بدي اعرف جوابه، هل في علاقه بين الوزن والطول؟ فبنجي بنرسمهم، بتجيب لي شو؟ نحن لساتنا بالديسكريبتيفز، يعني لو كنت فاتح الشاشه انت هيك بتجي بتضغط هون مره ثانيه وبترفع لي، مثل ما قلنا اذا بتضغط كنترول وبالماوس بتصير بتضغط شغلتين مع بعض بدل ما تضل تضغط مرتين. الهايت والويت صح؟ الهايت والويت ضغط عليهم بعدين شو؟ حركهم. ف بدي هلا اعطاني شو الافرج تبع الهايت واعطاني افرج تبع الويت. لو بدي انا خلينا نمسح هاي مشان ترتفع لفوق. والله ما عم تطلع. اوكي هيك طلعت لفوق. فهي مثلا المعدل هيك وهون المعدل. هلا في علاقه بيناتهم ولا ما في علاقه؟ نفتح على البلوتس مره ثانيه، ننزل نضغط شو الكورليشن بلوتس، لا مو الكورليشن اسف، وين راحت السكاتر بلوت. ايوه يعني بصير هاي او مشان ما نلخبطكم خلينا على وحده السكاتر بلوت. فشوفوا كيف هلا بتطلع. فهي هي العلاقه اللي قبل شوي كنا عم نحكي عنها. لاحظوا هون في عندكم هذا الطول، وهون المشكلة عندي هي اوكي هي كانت تبع الزوم غطية. فعندنا هون الطول وهون الوزن، وملاحظين انه فعلا كل ما زاد طول الناس عادة الناس الطويلة بيكون وزنهم اعلى، فالعلاقة طردية نوعا ما. هلا كيف بنتأكد من قوة العلاقة هي، واذا علاقة وثيقة ولا غير وثيقة؟ بالدرس القادم. ولكن يعني تطلعوا شوي الفيجرز هذول، هلا انتم بالبيت يعني تسلوا فيهم، شوفوا حاولوا الزرار هي تشوفوا شو بتعمل يعني. وهذا شو بيعطيكم كمان، في عندكم هذا الريجريشن لاين اللي هو الخط يلي الازرق يلي طالع بالنص. فهيك طبعا علاقه حقيقه انت ما بتحتاج الخط الازرق يعني بالنظر حتى فيك تلاحظ العلاقه. دكتور الريجريشن لاين بيعبر عن ايش؟ خلينا نقول الريجريشن لاين بيعبر عن العلاقه يعني نرجع لهون، نرجع على رسمه البينت لانه الرسمه مهمه. نحن مو قبل شوي قلنا انه علاقه هذه الافرج مثلا نعم ايه المشكله في ديلاي شكله بالزوم. هلا لو هلا هون في عندنا خطين حقيقه، هو خط هيك وخط ثاني هيك. اللي حكيت لي عنه دكتور اللي هو اعلى واقل. ايوه نحن في عندنا مرحلتين، يعني في واحد هيك وواحد هيك. هلا الفكره انه جاسب او اي سوفت وير بالعالم بالاخير حيعطيك علاقه واحده، يعني هو السوفت وير ما بيفهم انه والله على المستوى هذا بطلت الدراسه تنفعك. فهو لما ياخذ التنتين راح يقسمه وراح يعمل لك خط واحد، فحقيقه السوفت وير راح يعطيك شو؟ خط واحد هو هيك بالاخير. المنتصف. بالضبط، يعني بدال ما حيكون الخط لا هيك ولا حيكون الخط هيك، حيعطيك واحد شو هيك.
عرفت شلون؟ الخط هيك راح يكون regression line اسمه صح؟ فما راح يكون perfectly مع هذا الخط، يعني المفروض هيك يكون. هذا تتذكروا الجامعة المدرسة مو درسنا الفورميولا هي، ما بعرف شو بالعربي، هي هيك y equals mx plus b، تتذكرها ولا لا؟ y equals mx plus b ما بعرف بالعربي شلون. هاي اللي هي الـ الانحراف تبع الخط، وهي العلامات الخطية أكيد أنت بتذكرينها مستحيل، اللي هي ألف سين زائد باء بتحكي. أيوة يعني. أيوة فهلأ لما أنت تجي ترسم العلاقة هاي، نجي نمسح مرة تانية، فهي واحدة من شغلتين، إما نرسم الخط هيك إذا بدنا نغطي المرحلة هاي، أو نرسم الخط هيك إذا بدنا نغطي المرحلة الثانية، بس ما بصير. هو شو اسمه variable واحد، أنت عم تقيس شغلة واحدة اللي هي علاقة الهي الدراسة بالساعات، فالعلامة بالساعات، فحيعطيك خط واحد، فالخط حيكون بده يجمع بين التنتين، فحيكون تقريبا هيك. فهاي هو اللي عم يعطيك يا جاسب هون. هلأ هذا شو فائدته؟ فائدته أنه أنت بتقدر تعمم هذا القانون على حالات في المستقبل ما بتعرف لسه كم حتجيب علامة كم جابت بالكورس، يعني فيك تتنبأ بالمستقبل بناء على السوفتوير هذا. كمان علي وتوقعي بيكون يعني نوعا ما كثير شوي، خلينا نقول قريب من ال بالضبط، حسب حسب الجودة تبع الداتا اللي انت مجمعها، عرفت شلون؟ إذا أنت مجمع داتا منيحة وكل شيء شغال تمام والداتا نظيفة، ممكن تيجي بتنبؤات قوية. وعلى فكرة هذا الشيء عن جد بينعمل، يعني الجامعة بسهولة أنت هلأ فيك تعمل ريسيرش مثلا، أو الجامعة نفسها بتقدر تساوي، مع أنه صراحة أنا مستغرب ليش ما بيساوي الشيء هذا، أو يعني الأجوبة واضحة، بس أنه مثلا الجامعة بتقدر تعمل امتحان دخول او امتحان شو بيسموه ادمشن تيست للطلاب الجامعه، انه لحتى يفوتوا المنافسه اللي هو القبول او ايه، وبناء عليه يتنبؤوا مين بعد 6 سنين ولا 5 سنين راح يجيب جي بي اي عالي وجي بي اي متدني. يعني مثلا بتحكي بيطلع منا فورمولا مثل هي اللي درستوها بالتوجيهي، انه شو انه مثلا علامه انه شو بدنا نقول التست سكور بامتحان القبول، حلو، ضرب مثلا 0.5 زائد مثلا 15 علامة، او لا زائد 0.15 بتساوي الجي بي اي المستقبلي تبعك. هي تنبؤ مثلا، هذا كله ان شاء الله حنحكيه مرة جاية. هي عوامل، يعني طبعا اكيد حيكون التنبؤ جدا عام وما حيكون كتير دقيق، يعني ممكن انت تكون اعلى او اوطى منه، بس لما تعممه على 1000 طالب ولا هيك حتكون احسن من التخمين العشوائي. بكثير راح يكون احسن. بالضبط. فهي شرحنا عده شغلات اليوم. نرجع لاخر سلايد، هي التاسك نحن قلنا كيف الهايت ديستريبيوتد، وشرحنا كيف كان الهايت، وقلنا انه وين الاقليه وين الاكثريه، وانه الهيستوغرام لما يكون الستاند ديفيشن ضيق بيكون الهيستوغرام شكله ضيق، لما يكون الستاند ديفيشن واسع ويكون في تمايز كتير بين الناس بيكون شكله مثل الجرس اكثر، لذلك بيسموه البيل كيرف. Is there a difference between males and females؟ وورجيناكم الهيستوغرام تبع الذكور والاناث، ونفس الشيء بالوزن. يعني هلا اذا بدنا نعمل نقارن بالوزن مره ثانيه بنرجع على الويت، نحن قبل شوي سوينا بس الهايت، نرجع للويت ونساوي سبليتنج، نحط الجندر هون ونروح على البلوتس الديستريبيوشن بلوتس، خلينا نقول. فلاحظوا شلون كمان هذا الوزن مثلا الفيميلز الغالبية تبعون تقع بين ال 40 او بين ال 45 كيلو وال 60 65 كيلو، بينما غالبية الشباب، يعني شوفوا لاحظوا، يعني تخيل معي يا كرم الشباب الانحاف، شوف كيف، شو انت بتفهم من الهيستوغرام هذا؟ اللي هو أقل من 60 يعتبر نحيف كشب. بالضبط، يعني أنحف شاب يعتبر سمين بالنسبة للبنت. أوكي؟ نعم. فهذا الهيستوغرام جدا بسيط وفيك تفهم منه كتير شغلات بمجرد النظر إليه. فهل يوجد فرق أو لا فرق بين البنات؟ ونفس الشيء إذا عملنا البوكس بلوت،
الفرق بين الهيستوغرام والبوكس بلوت انه اول شيء طبعا هون بالجاس بيحط لك اياهم متفرقين. الشيء الفرق الثاني انه بالهيستوغرام الوسط بيكون يعني هو يعني بيعطيك المين والميديان. بالبوكس بلوت اللي بيكون بنص المستطيل هو الميديان وليس المين، ولكن على كل حال الاثنين بيعطوك معلومات جدا متشابهه. وهون مره ثانيه الاوتلايرز اللي هي الناس اللي كتير يعني زايدين بالوزن. والسؤال الاخير is there a relationship between height and weight. رسمنا السكاتر بلوت قبل شوي، رسمنا هاي وشفت شلون انه الناس اللي عاده شو اطول بيكون شو وزنهم اعلى. فهي هي البيسكس اوف ستاتستكس اليوم استعملناها، وانواع الفيجرز اللي فيك تساويها. الى الان ما غطينا الستاتستيكال تيست او الانفرنشال ستاتستكس، انه كيف فيك تعمل تيست تثبت انه فيك تعمم النتائج هاي على ناس خارج الناس اللي جمعتهم انت. يعني انتم 500 واحد جمعت سويتوا الكويستيونير، بس انا بدي اعمم الكلام هذا على طلاب الجامعه كلهم، هذا بدي اسوي له شيء بيسموه الانفرنشال ستاتستكس، وهذا شيء خصوصي ان شاء الله السيشن الجايه راح نحكي عنه، وان كان يعني موضوع ان شاء الله معقد بس انا بحاول ابسطه قد ما بقدر. اسف يعني اليوم شوي كان في عشوائيه بالموضوع، بس الموضوع يعني اصعب من اكيد المره الماضيه، فهذا اللي بقدر عليه يعني. لا بالعكس دكتور، يعني نفس المستوى، محاضره كثير ممتازه، شكرا لك. هي بالضبط هي مقدمه يا جماعه. هلا انا بنصح الجميع مثل ما قلت لكم، انا هي مقدمه وبحاول اعطي فيها يعني رؤوس أقلام مع شوية تفاصيل مشان تقدروا تكملوا لحالكم. الجميع طبعا أنا بنصحكم في موقع، في كورس على كورسيرا اسمه خليني أطلعه على السريع، مدسن شو كانت unconscious understanding clinical أيوة research، هذا هيك عنوانه. هلا شوفوا انتم، شوفوا شو بيسموه الكورس الاف بيري ويلسون اللي حكيت عنه بالدرس الماضي، هذا ممتاز جدا. شوفوا هلا بدكم شوي تعرفوا ستاتستكس اكثر، في كورس اسمه Understanding Clinical Research Behind the Statistics، اكتبوه بجوجل مباشره، ويعني هذا موقع على كورسيرا وبتلاقوه لجون كلوبر. طيب بالجوجل مباشره بتلاقوا الكورس هذا، هي كل الشرائط كلها مجانيه. فهذا واحد على اليوتيوب فيكم تتعلموا، وفي على اليوتيوب نفسه يعني انتم روحوا مشان تتعلموا جاس بالتفصيل. طبعا لازم تتفهموا يا جماعه طبعا، يعني ما شاء الله 21 واحد، انا احييكم انه ضليتوا، بس انا هذا الحكي اللي عم بشرح لكم اليوم واكثر طبعا تعلمته على اكثر من شهر، يعني في شهر ان شاء الله اللي حشرحه بالسيشن الجايه. يعني انا عم بحاول اختصر لكم ساعتين ثلاث اربع ساعات، ساعتين او ثلاثه تقريبا، ما درسته في شهرين تقريبا او ثلاثه. ف أكيد يعني أنا بحاول أعطي صورة بسيطة جدا، عم بترك الأرقام والحسابات لأنه كثير منا لا تعنيكم أو فيكم تتعلموا على مهل، أما أكيد على استعجال مستحيل تهضموه، وإن كان أنتم عندكم القدرة أنكم تفهموها بس مو بسرعة هيك. فهون مثلا اكتبوا جاس توتوريالز وتعلموا، في يعني في بلاي ليست مليانين حلو، فحتلاقوا ناس على اليوتيوب بيشرحوا لكم بالتفصيل كيف تستعملوا الجاس. وهون يعني في بلاي ليست من 40 فيديو كلها شغلات حلوه ومفيده. معلومه اخيره بدي اقولها، ولانه الناس يعني يمكن بيقولوا انا ليش اتعلم جاس طبيعي، اخي الاس بي اس اس موجود. اعرف انه حقيقه ما بتفرق سواء الاس بي اس اس او جاس، الاثنين مجرد انك تدور على الزر تضغطه وتساوي. يعني الاس بي اس اس نفس الشيء على فكره، الاس بي اس اس فيه زرار اكثر بس نفس الشيء، بتروح بتضغط انلايز كومبير مينز مثلا كذا او بس. الفكره انه مو انت تتعلم السوفت وير، ما في شيء اسمه اتعلم جاس او اتعلم اس بي اس اس. السوفت وير هذا بتتعلمه بنص ساعه زمان، بتعرف وين الازرار، الشغله سهله، بس الفكره انه انت تفهم شو عم تساوي لحتى تعرف انا امتى اساوي سكاتر بلوت، امتى اساوي هيستوغرام، وبالدروس الجايه حنحكي امتى اساوي تي تيست او لوجيستيك ريجريشن. هذا هو العلم اللي بدك تتعلمه، مو انك تتعلم والله الازرار وين. حلو؟ فيعني عفوا جميعا ناس بعدين، شكرا. عادي نبلش الكورسين بالتوازي مع بعض، بل يعني هو كل شيء عادي لكرم اللي عم يسأل، ولكن يعني ما تشتت حالك، الافضل تمشي بواحد واحد. وكورس اف بيري ويلسون يعني سهل، ولا نصبر نكمل اولا، انا بقول الاحسن تبلشوا واحد واحد، يعني مو لانه للصعوبه بس مشان ما تشتت حالك وتقدر تنجز عن جد. طيب في حدا بده يسأل اي شيء؟ انا دكتور بدر تفضل.
لا دكتور، أول شيء الله يعطيك ألف عافية، جد الله يعافيك تفكير يا رب، كثير في الكورس، جد الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، والله أنا أشكرك، يعني أنا حسيت إنه الشرح اليوم مو زيادة بس منيح، إذا استفدت ممتاز. لا والله رائع جدا، يعني هالمعلومات بدل الواحد يقضي عليها 10 20 ساعة يدور، على السريع أعطيتنا إياها، الله لا يجزيك هي ألف خير. بالضبط، هي الأساسيات، اليوتيوب هذول يعني اليوتيوب بلاي ليست على اليوتيوب تعلموا بسهولة، ومن الكورس هذا يعني حيختصر عليكم كثير. تفضل شو كمان الحكي؟ دكتور، هو أنا سؤالي كان هلا مثلا واحد بده يعمل تيست مثلا بريفالنس اوف يعني مثلا ستريبتوكوكال جلوميرول نيفرايتس ان مثلا كينج عبد الله يونيفرسيتي هوسبيتال، او مثلا الاوتكم اوف تريتمنت للمرض هذا مثلا اي شيء. هلا اوكي دكتور، كيف الواحد بده يعرف كم سامبل يجمع، او كم لازم يكون الرقم، او يعني على اي اساس هذا الشيء بيتحدد؟ وشكرا دكتور. صراحة سؤال، شوف سؤال صعب. هلا انت لما بدك تجي يعني بدك تعرف تعممها على شو، انت بدك تعرف شو الدينومينيتر، شو الرقم هذا، يعني سؤال جدا مهم بالستاتستكس دائما. انت مثلا عندك والله بالمالك المؤسس عندك جبت مثلا 20 حالة ستريبتوكوكال، يعني هذا مرض يعني جلوميريونفرايتس للناس اللي ما بيعرفوا مرض معين، فعندك هي ال 20 حالة بس. السؤال مو هون، انا عرفت انه عندي 20 حاله بس لحتى احسب النسبه، نسبه البريفالنس يعني وجودهم في المجتمع وكذا، بدك تعرف على مين بدك تقسمهم، يعني قسمهم على عدد المرضى في المستشفى، ولا عدد المرضى اللي اجوا خلال الشهر، ولا عدد الاطفال في الاردن، بدك تعرف مين البوبيوليشن اللي هي انت عم تدور عليها. فلذلك بدك تكون مثلا عامل، هو حقيقة أنت لما بدك تيجي هيك بدك تحسب مثلا اللايف تايم بريفلنس، بدك تعرف شو السؤال اللي عم تسأله بالريسيرش تبعك أصلا لما تبلش الريسيرش. أنت بدك تكون هاي الشغلات مقررة قبل ما تجمع الداتا. فمثلا قلت بدي أدرس الستريبتوكوكل وأدرس الإبيديميولوجي تبعه، فبتقول والله بدي أعرف نسبة الأطفال أو نسبة الاحتمال أنه حدا بحياته تجي ستريبتوكوكل فارنجايتس. أوكي، فساعتها بتعمل الستدي، شو بتشوف مثلا عدد الناس يلي في الأردن خلال 10 سنين اللي مضوا، كم واحد صار له انفكشن، وبتقسمهم على عددهم مثلا، فبتعرف انه يعني مثلا الزايده كم واحد بحياته احتمال من بين يعيش لحتى يموت احتمال انه تجي زايده. الاحصاءات بتحكي 7%، يعني لو بنساوي مثلا دراسه على 100 انسان يعني توفوا اصلا ماتوا الله يرحمهم، وبتيجي بتشوفهم بتلاقي انه شو 7% منهم صار معهم زايده، سواء انفجرت او انعملت لهم عمليه او كذا، بس 7% من اللي بيموتوا خلال حياتهم صار لهم معهم زايده. ونفس الشيء ستريبتوكوكال، فبدك تعرف شو الشغله اللي عم تدور عليها، هي البريفلنس. الانسيدنس مثلا اذا انت عم تشوف شغله زمنيه، بدك يكون عندك ستدي مصمم منيح انه والله انت بدك تبلش ب 1000 طفل، وتبلش تاخذ ارقام امهاتهم مثلا وتقول لهم يلا بدنا نتبعكم، تجي لهم بعد سنه مثلا بترن عليهم تقول صار معك مثلا اعراض انه التبول اللي هي المرض اللي عم يحكي عنه يلي سال بدر كان وهيك، يلي هو مثلا التبول دم، التنفخ بالعينين، وجود ضغط دم الى اخره، تساله عن الاعراض هي وبعدين بتشوف الانسيدنس. فبدك تعرف على اي رقم تقسمه، وهذا الموضوع يعني فيه صعوبه وبده عنايه كثير بالريسيرش، لذلك صراحه صعب نحن نعمله صراحه فعلا. يعني نحن بجامعتنا، نحن جامعه تيرشري كير، نحن بيجينا الناس اللي اصلا مرضى امراض شديده، فانت ما فيك تعرف. يعني انا اجاني طفل عنده جلوميرولونفرايتس، بس كم نسبه الاطفال اللي هنا من عمره ومن كذا الموجودين في البلد مشان اقسم عليهم، هي صعبه. بس هي الفكره العامه شرحتها انا. لذلك الانسب فيه انه تكون برايمري كير، انه يكون مثلا في الاردن في مراكز صحيه كثيره، وانت تجمع منهم داتا خلال 5 سنين اللي مضوا وتقسم، تكون انت عندك الاحصاءات من الاحصاء العام تبع البلد، مو هيك؟ انه والله بنعرف انه بالاردن في عندنا 2 مليون طفل، وعندنا مثلا 20 مركز، وعدد الناس اللي مرضوا المرض هذا خلال السنوات الكذا هي مثلا 10,000، فبتقسم. فهي شغلات يعني احصائيه، بده يكون عندك امكانيات كبيره لحتى اصلا تقدر تحصل على الارقام هاي. هي الفكره. حسب خبرتك بالمستشفى عندنا ايش اكثر انواع الابحاث اللي بتنشر؟ كرم انت كنت معنا المره الماضيه صح؟ اوكي نعيد. انواع الابحاث اللي عندنا للطلاب يلي نحن اكسسبل لنا هي
اولا واخيرا ريتروسبكتيف ستاديز. ريتروسبكتيف ستاديز تفوت على المستشفى تجمع داتا سابقه وتعملوا عليها دراسه، هي الغالبيه الساحقه. يليها الكويشنيرز، وفي اقليه قليله بتكون او لا لا في على فكره كمان كيس ريبورتس. كيس ريبورتس كمان شائعين كثير بس اصلا فائدتهم قليله بالابلكيشنز عموما، يعني لما تقدم على تخصص او هيك ما كثير يعني بيحبوا يعني كيس ريبورتس بيحترموها. فعندك الكويشنيرز الريتروسبكتيف ستاديز، وفي كمان اقليه بيكونوا عاملين سيستميك ريفيوز. في لي واحد من رفقاتي ناشر ليترشر او سيستماتيك ريفيو. فهي هي صراحه الشغلات المتوفره. انا من زمان يعني قبل طبعا ما نعرف ريسيرش يعني طبعا الراندومايز كنترول ترايلز انساهم تماما، انساهم التوين ستديز الكذا هي الشغلات انساها. البروسبكتيف ستديز قليل تصير، قليل كتير بس في منها، في عندنا شويه بروسبكتيف ستديز بس هذا اعلى ريسيرش موجود عندنا صراحه بالجامعه، ما في عندنا شغلات اكثر من هيك للاسف الشديد. كمان حدا عنده اسئله؟ دكتور في عندي سؤال اخير. نعم. هلا مثلا انه البريفالنس زي ما حكيت ممكن يكون صعب كثير خصوصا الداتا مش موجوده. طب مثلا في الاوتكم، مثلا اوتكم اوف تريتمنت اوف مثلا مش لازم المرض هذا يعني اي مرض ثاني. اوكي هي سهله، هي سهله صح، انا نسيت القسم الثاني. هي سهله جدا. انت مثلا اجاك يعني انا مثلا نضرب مثال حي ريسيرش الي على الالتهاب البنكرياس، نفس الشيء الجلوميرولونيفايتس، فات علينا على المستشفى جمعنا 100 مريض واثنين توفوا الله يرحمه، فشو بنسمي هذا الاوتكم؟ هذا المرض في 100 بني ادم مرضوا بهذا المرض شخصناهم واثنين ماتوا، فاثنين على 100 واحد بالخمسين يعني شو 2% نسبه الوفاه لهذا المرض. نحن اللي شفناه 2%، فطبعا كل ما كان السامبل يعني هو حقيقه هي اعلى من هيك لانه السامبل تبعنا صغير، يعني 100 على فكره مو عدد ضخم، لانه الحدث هذا اذا انت ملاحظ يا بدر هذا على فكره نقطه مهمه، اذا الحدث اللي انت عم تدرسه نادر جدا مثل الوفاه يعني 2%، تخيل يعني لو طفل واحد مات وما مات او لو مريض واحد ما مات كان 1%، يعني فرقه الضعف من 2% ل1% هي فرق صح، فرق 1% بس فرق 50 يعني الضعف من 1 ل2. فلما يكون الحدث نادر بدك سامبل اكبر. اذا مثلا عم نضرب مثلا كانت نسبه الوفاه 40%، ما حتفرق كثير 40 عن 38 عن 35. فالفكره انه لما انت مثلا بدك تعمل ستدي حسك بدك الجلوميرولونيفرايتس بالضبط، فاذا انت عندك مثلا 100 مريض بالجلوميرولونيفرايتس بدك تدرس الاوتكمز بالضبط، بتجمع داتا بتشوف انه شو الاوتكمز اللي عم تدرسها. المورتاليتي مثلا بتوقع حتكون مورتاليتي جدا واطيه، يمكن 1% او حتى اقل حسب وات ايفر. حتدرس مثلا اللونج تيرم اوتكمز، مثلا الكرونيك كيدني ديزيز، كم واحد من هدول مثلا المرضى بعد بسنه ظل الكرياتينين مثلا مرتفع صح؟ اعتقد انت بدك تدرس شغلات هيك بدر مزبوط؟ يعني تقريبا هيك دكتور. في يعني اكثر شيء محيرني انه كم السامبل سايز، يعني انا بخاف انه الواحد يفكر على مرض ويكتب عنه هاي يلاقي السامبل سايز صغير، يعني عاده كم هل في شيء الواحد ممكن يستخدمه عشان يعرف مثلا كم مريض لازم اكتب عنه مثلا 200 300 100؟ هلا ايش انت ما عم تسوي، ما عم تعمم الكلام هذا على مجتمع الاردن ولا مجتمع كذا، انت عم تعمم هذا الكلام على مرض. فكقانون قانون طبي ما في، يعني ما في شيء احصائي بيقول لك هذا الرقم ديفينتلي وتحته غلط. بس دائما عموما يعني في عندك في بعض الماثماتكس اللي يعني بيقول لك انه مثلا كل ما توصل لل 100 150 انت هون عم توصل يعني فيك تحكم حكم جيد على الامراض، او يعني 150 200 هاي الارقام من هون بتبلش فيك تثق بدراسه منيحه يعني. فهي كل ما زاد العدد كل ما كان احسن، بس ما في one hard rule يعني صراحه. عرفت شلون؟ شكرا كثير. فيك يعني يعني شغلات البريفلنس صراحه للديزيز مو كثير انا مطلع عليهم، بس هي هي العامه انه بعد ما توصل لل 100 فما فوق انت عم تجمع سامبل منيح، as long as انه الايفنت اللي عم تدرسها مو نادره، فهون ساعتها ببطل الاستنتاج تبعك كثير له وزن. وانت اصلا لما تساوي يعني لما تنشر وتقارن مع الليترتشر السابق، انت هي شغله كمان مهمه، انت لما تقرا الريسيرش الباقي حتشوف مثلا انت المورتاليتي عندك كان 2%
واحد تاني مجمع سامبل مثلا 1000 مريض طلع لا طلع عنده المورتاليتي اكثر. فهذا كله بينجمع مع بعضه، اما ما في قانون واحد فورميلا بتطلع لك عدد لازم تجمعه يعني، غير لما تكون بدك تساوي اناليسيس لبوبوليشن يعني. شكرا كثير دكتور، الله يعطيك العافيه. طيب بتوقع هيك خلصنا، يعطيكم العافيه جميعا. مثل ما حكيت لكم الداتا كليننج ان شاء الله هعمل له فيديو ساويه لحالي ونزله على يوتيوب تشوفوه لحالكم، فعلا مهم ولكن ممل جدا، ممل الداتا كليننج بروسيس يعني، فراح صوره يعني نزله على اليوتيوب يلي بدكم يشوفه، وحنزله على الجروب انا. والداتا الانكليند يلي هي المسي راح نزلها كمان مشان يلي يشوف اليوتيوب يتابع. يعني شو هو الهوم ورك؟ صح والله منيح ذكرتني، مين هذا اللي ذكرني؟ انا اليوم عم بنسى كثير، نور والله منيح ذكرتوني صح، انا نسيان انه السلايدز از نوت شيربل. ف يا الهوم ورك حلو هي تسووها لحالكم مشان يعني تقدروا تتمرسوا. ف هاو ماني ابليكانتس هاف ريسيرش اكسبيرينس، سووا سكرين شوت للشاشه احسن. هاو ماني ابليكانتس عندهم ريسيرش اكسبيرينس، compare the hair length distribution of males and females. اوكي قارنوا بين طول الشعر الميلز والفيميلز. والسؤال الاخير is there a relationship between the hair length and height or weight? If yes, why do you think so? يعني هل في علاقه، نحن مو عملنا علاقه بين الوزن والطول حطيناها هيك، بس هلا هل في علاقه بين طول الشعر وطول الانسان؟ اعتقد الصوره واصله، او بين طول الشعر ووزن الانسان. يعني هل انا لما يكون شعري اطول انا احتمال اني يكون وزني اكثر، او مثلا يكون شعري اقصر احتمال يكون وزني اكثر او اقل؟ فكروا فيها، فكروا فيها منيح واعملوه على جاسب، اعملوا كيف نحن عملنا الهايت والويت، خلص انا ما راح اغششكم، اعملوه وشوفوا شو راح يطلع معكم. وبعدين هلا اسالوا هل هذا يعني الشعر هو اللي عم بيأثر ولا لا؟ يعني هو في علاقه بين شغلتين، هل هذه علاقه سببيه ولا صدفه؟ هل هذه علاقه سببيه ولا مجرد صدفه والسبب الحقيقي سبب غيره؟ هي سووا على جاسب وحاولوا تكتشفوها وان شاء الله بتعرفوها، بتوقع يعني الغالبيه بيقدروا ما بيحتاجوا مساعده فيها. وعلى كل حال ان شاء الله السيشن الجاي بنشوف شو حدا منكم عنده افكار واراء بنناقشها وقتها. طيب فشكرا يا نور على التذكير، فهي هي الهوم ورك، خصوصا صراحه السؤال الثالث سؤال حلو، فكروا فيه وحاولوا تعملوه لحالكم. يلا يعطيكم العافيه جميعا وشكرا على حضوركم، ونراكم ان شاء الله الخميس القادم. والسلام عليكم. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا رب. الله يعطيك العافيه دكتور. مع السلامه.